ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكوزمينا. المستوى الرابع، أنشطة اللغة العربية، مرحلة تنشيط مستلزمات، الأسبوع الثالث، اليوم السادس. الاختلاف يثري الحياة، الاختلاف يجعل الحياة أجمل، الاختلاف لا يفسد للود قضية. أنشطة اعتيادي إملاء. أحب الرياضة، إذا أحب همزة قطع، رياضة همزة وصل، تعشق الفن همزة وصل. أنا أحل المسائل الرياضية. يقول المعلمون إننا مثال على أن الاختلاف يثري الحياة. أرجع توليف. هكذا نحن مختلفان ولكننا صديقتان مقربتان، نجلس معا في المكتبة. أنا أحل المسائل الرياضية وهي ترسم لوحاتها الجميلة. عندما أتعثر في مسألة ترسم لي صورة توضح الحل، وعندما تحتار في اختيار الأشكال أستخدم معرفتي في الهندسة لأساعدها. في الاستراحة يسألني زملاء الصف عن الواجبات. في الملعب يجتمع حولها كل الأصدقاء ليروا رسوماتها المسلية. الفهم هو المشروع الذي أنجزه. ما هي الرسالة التي أرادت المعلمة إيصالها للتلاميذ من خلال هذا النشاط؟ استخرج من النص جملة تبين العبرة منه. اقترح عنوان مناسب للنص. يلا. أدركوا أن قوتهم تتمكن في اختلافهم، أو أدركوا أن قوتهم تكمن في اختلافهم. استخرج من النص ثلاث أسماء. أوظف الأسماء. القراءة الإطرائية. المكتبة الصفية. إخوة الثلاث. شي دوزنا في هاد السيمانة. الحكاية ديالهم. وانتم فهمتوها وعرفتوها. إلى أن ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.